هو غياب الرد الرسمي السوري. يعني حتى أمس عندما صدر بيان عن وزارة الدفاع أو سانا تحدث عن الشهداء الثلاثة المدنيين ولم يحدثنا بأن هناك سيارات بعينها جرى استهدافها، كانت هناك عملية اغتيال لقيادي من حزب الله ومرافقه السوري وشخص آخر مجهول الهوية لم نعلمه حتى اللحظة. لأن هناك كثير من الحالات يكون هناك استهدافات لا يتحدث عنها الإعلام السوري، هذا الاستهداف قد يتحدث عنه لاحقا لأنه في قلب العاصمة دمشق ولا يستطيع يعني إخفاء هذا الاستهداف أو هذا الانفجار الهائل الذي لا نعلم إذا حقيقة الأمر تم من مسيرة إسرائيلية أم جرت عملية الاغتيال من الأرض، ولكن حجم الانفجار يدل بأنه من مسيرة إسرائيلية هي التي استهدفت أو يعني استهداف جوي إسرائيلي استهدف هذا المكان. يعني ننتظر لنتحقق بشكل قطعي إذا ما كان الآن عملية الاغتيال تمت من الأرض أم تمت من الجو. ما الذي يعنيه هنا تحديدا رامي عبد الرحمن عندما نتحدث عن الحراك العسكري الإسرائيلي من الأرض والجو؟ يعني بأن هناك الأراضي السورية هي ضمن حتى لو كانت بشكل خجول ضمن خطة يعني العمل الإسرائيلية. عندما نتحدث عن قبل أيام قتل يعني 19 شخص في شرق سوريا واستهداف الرادارات أمس في جنوب سوريا وقبلها فجرا عملية اغتيال في المنزل، يعني أن الأراضي السورية هي ضمن خطة العمل الإسرائيلية لملاحقة حزب الله وملاحقة الإيرانيين. حتى لو انسحب عناصر يعني اليوم من البادية السورية من حزب الله باتجاه الحدود السورية اللبنانية، ولكن يبقى الحزب لديه يعني حديقة خلفية للحزب تشكل الأراضي السورية. طب الآن ماذا عن الجانب الإيراني؟ كيف يتحرك اليوم أو تتحرك تلك العناصر الإيرانية وسط التصريحات الإسرائيلية وأبرزها بأن هجوما على قدر كبير من الجدية سوف يستهدف مناطق في الشرق الأوسط دون أن تحددها إسرائيل؟ هي ضمن الشرق الأوسط. إسرائيل عندما تحدث نتنياهو أمس وقال الشرق الأوسط يعني كان جميع فريق المرصد بالداخل السوري هو مستنفر لينتظر ماذا يعني تعمل إسرائيل باستهداف الأراضي السورية. بالمقابل أيضا كان هناك استنفار كامل للإيرانيين والميليشيات الإيرانية سوريين وغير سوريين في كامل التراب السوري من أبو كمال وصولا إلى مرورا بحلب وصولا إلى دمشق، لأن استنفار كامل لهذه الميليشيات وتغيير مواقعها بشكل مستمر. نكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا إذن من كوفنتي البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.